طيب احنا دلوقتي شغالين على الفيلا، فاروح قايل له ان انا عايز البيم طيب احنا الفيرست فين عندنا؟ انا عندي هنا الجراوند. طيب هفتح اللوحه ب 150. شوف الفيلا اللي انت كنت شغال فيها. ادخل البنت هاوس يعني لو انا عايز اختصر وقت ممكن اجي هنا على الملف هوت واقول له اعمل لي انسرت ماشي لللينك لينك كاد وادخل الملف كله وابدا احرك الشغل التاني بحيث يبقى واقف على الشغل دوت. هاجي هنا مثلا اقول له ان انا عايز الملف كله اللي هو موجود في البيب موجود فين في الفيلا او الملف كله بدون تقسيم ولا حاجه خالص. هقول له كرنت فيو اونلي واقول له اوبن. طيب الملف الاوتوكاد موجود فين؟ ده ملف الاوتوكاد اهو. الشبكة شغالة؟ مش موصلين شبكة؟ طيب لوحة الاوتوكاد اهيت ولوحة الريفت اهي. طيب خلينا ابدا انقل هنا. تاني في مشكلة في المقاس. موف منين؟ نعم. طيب خلينا نطلع الملف الفيرست لوحده عشان ما يحصلش مشاكل. ادي هو الاوتوكاد. هقول له ايه؟ انا عايز اخلي الملف الاوتوكاد لوحده. هفتح الملف اهوت انا هخرج ملف الفيرست عن المشروع كله. ده الفيرست اهو. انا فتحت الاوتوكاد هخرج الفيرست لوحده وهخليه في 00 يطلع بالظبط. هعلم سيلكت على الجزء دوت كله وعندنا امر اسمه دبليو بلوك او دبليو بلوك. هقول له بيك بوينت ال 00 بتاعتي وليكن مثلا 00 بتاعتي اللي هي النقطه دي مثلا عند العمود دوت. طيب وسيلكت اوبجكت هو نفس الحاجات اللي انا كنت عامل عليها سيلكت. تمام وادوس انتر واقول له حطها لي في المسار بتاعي اللي هو كان او فيلا بس بدل جراوند هيبقى فيرست. تمام فيرست دي دبليو جي. تمام وبالايه خليها بالمفروض بالمليمتر مظبوط وحده القياس هنا ايه او خليها بالمتر. اوكي طيب تقدر دلوقتي تدخل الفيرست بدون مشاكل. طيب خلينا برضه ندخل ايه الروف ديك. اقول له دبليو واقول له الزيرو زيرو بتاعتي هيت ماشي واقول له خلي لي ديت اسمها الروف ديك واقول له اوكي. طيب هاجي هنا في اللوحه ديت اهو هلغي اللي انا دخلته اهوت واقول له من اركتكتشر انا عايز ادخل من انسيرت لينك كاد واقول له ان انا عايز ادخل فيرست.
واقول له current view only urgent to urgent وهكذا auto detect اهي اللوحه هي دي بتاعت الفيرست. هشيل علامه البن وابدا انقلها مثلا من العمود دوت للعمود ده. تمام كده رحت الاوتوكاد دخلت. الناس ماشيه معايا ولا في خطوه ناقصه؟ اول ما دخلت الفيرست 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 طيب يعني ايه خطوه واحده زي احنا عملناها؟ كل اللي احنا عملناه هعمل هلغيها تاني. كل اللي احنا عملناه ان انا جيت هنا عملت رابع على كل حاجه. جيت هنا في انسيرت وقلت له انكي كاد واخترت الفيرست وهنا كرنت فيو اونلي اورجنت اورجن واوبن. تمام بدوس مرتين على البقره اللي في النص عشان يعمل زوم وبعد كده اعمل سيلكت واقول له امبن عشان اعرف انقل وبعد كده اقول له موف واختار نقطه مثلا محدده زي العمود دوت وانقله للنقطه ديت. تمام الناس معايا نكمل. تمام لو انت ظهر عندك الدور اللي تحت اللي هو الجراوند تعرف الخصائص وتاكد في الرينج ان انت عندك نان. لو انت قلت له جراوند هيبدا يجيب لي كل الحاجات اللي تحت. انا مش عايز الحاجات اللي تحت، انا دلوقتي عايز اشتغل على الفيرست فاقول له نان. يعني ايه اندر لي؟ يعني انا عايز اشف من المبنى اللي تحت. ممكن انا اكون عايز امشي على نفس الحواجز. طيب لوحه الفيرست اهي هعمل عليها سيلكت. تمام ولا هنا خاصيه اسمها ايه الدرو لاير، خاصيه كده في الجنب اهي درو لاير بيقول لي في الباك جراوند. هقول له لا خليها في الفور فورج جراوند. هيعمل ايه؟ هيبدا يطلع لي الحوايط بتاعت الدور دوت. فانا كده بقى عندي الحوايط الاوتوكاد وعندي الحوايط اللي موجوده في الريفت عندي. فانا هبدا اشوف الحوايط المختلفه وابدا اعدلها على سبيل المثال. طيب انا عشان اسهل على نفسي اخد كده كوبي منها على جنب عشان افهم المبنى دوت، لان انا يعني مش انا اللي عامله فمش عارف ايه الفكره بتاعته. تمام اهو هتلاقي في اختلافات كتير. هتلاقي مثلا في هنا حمام وفي هنا باب. فانا هاجي هنا برضو ابدا ابص. دي الحيطه اللي كانت موجوده تحت. الحيطه دي من الفيرست لحد البنت هاوس. تمام ما اعتقد ان هي المفروض للروف مش للبنت هاوس، بس المهم يعني خلينا نحركها كده اهو. حركت الحوايط عشان تناسب الحاجه الجديده اللي عندي. ماشي الراجل ده هيستحمى ده، وفي المفروض حيطه هنا، دي الحيطه دي مظبوطه. تمام بس مش هتكمل لحد هنا، فانا اقول له ايه ترم، اعمل الحيطه دي مع الحيطه دي. تمام انجوي. ماشي طيب الحيطه دي المفروض انها مش موجوده، بس عندي حيطه ثانيه صغيره. يعني انا ممكن اخد الحيطه دي. ايوه ما دي حيطه مختلفه صح؟ ازاز كلها خليها احلى ازاز. تمام فانا هخليها مثلا كرتن اهي. ايوه ماشي وهبدا احركها تحس انها تبقى هنا. يبقى انا عملت اهو الحيطه بتاعت الحمام دوت. نفس الطريقه برضو انا عايز اخلي الحيطه دي تكمل كده وتيجي هنا عشان تقفل لي الدريسنج روم. انا افضل لو وصلنا مش دي كل شيء. براحتك انا بقول على الاصعب. الاصعب ان انا ابدا اشوف الحاجات واشوفها واعملها. عايز ترسم من جديد ما تاخدش حاجه من الدور اللي تحت وابدا ايه ارسم من جديد. طيب كيف ارجع انزل كل الحاجات من اعمل سيلكت على كله. بص عايز تلغي كله تعالى نبص على الموضوع ده. تخش في 3 دي وقول له هنا انا عايز ابص كده وقول له الدور ده كله انا مش عايزه ديليت. تمام وابدا ارسم من جديد لو انت شايف ان الاختلاف اكتر. ماشي خلاص كده احنا لغينا كله. ارجع للفيرست هلاقي ان كل حاجه فاضيه فابدا ارسمها. او ممكن الغي الحوائط الداخليه واسيب الحوائط الخارجيه. هو عارف ان هي ليه خارجيه ومخليها كلها مخصصه. تمام الناس الداخليه تبدا تغلق
الاصطلاح ده بقى صغير او ايه زي ما انت عايزين. انت عايزين ايه؟ نرسم الابديت خلاص هنلغي مشكله صراحه. ماشي خلاص احنا ممكن نلغي الخطوه اللي هي بتاعت ايه ان احنا ناخد الجراوند من الفيرست او ان انا هخش على ال 3 دي واقول له انا عايز اشوفها من الرايت والغي الفيرست بس مش الغي الجراوند واتاكد ان الحواف بتاعته مش مكمله. ممكن يكون حد رسم الحيطه لحد الروف فتلاقي الحواف مكمله، لا لازم تكون واقف لحد الفيرست. انا لو رسمت حيطه وقفتها بالجراوند فور هتبقى حيطه واحده. اه انت عامل كده؟ والله انا خلاص علم عليها وقول له بس ايه بالجراوند الفيرست. عايزين بقى نخش على الفيرست ونرسم الحواف بقى من الروف. ماشي طيب انا هروح للفيرست. طيب ممكن تكون الالوان دي مضايقاك اللي هي بتاعت الفلور. انا الالوان بتاعت الفلور مضايقاني شويه ماشي. طب اعمل ايه؟ دي الفلور دي فين؟ الفلور دي بتاعت الاوتوكاد ولا بتاعت ال ولا بتاعت الريفت؟ اه ايه؟ ايوه السؤال اللي انا معلم عليه دوت الفلور بتاع الاوتوكاد ولا بتاع الريفت؟ بتاع الريفت. طيب اعمل ايه عشان اخفيه؟ هقول له في دي واقول له فلور واخفي الفلور. ماشي كده انا خفيت الفلور. طيب عندي السلمتين دول هل انا محتاجهم ولا لا؟ هقول له ديليت. تمام كده بقى عندي البلان فاضي خالص. ابدا ارسم عليه لما بقرا. ممكن الأعمدة تاخدها من الدور اللي فوق إن اللي تحت تطلعها لفوق. نسيبها تسميلها أنا. أيوة الله ينور عليك. ان شاء الله خليك جراوند. خليك جراوند ولا سبيت؟ عندي مساعدين في الجراوند وسنترال من ورانا ولا ايه؟ لا انا لسه كنت محتاجه سيرفر عندي. طيب فين كارلو؟ فين؟ طيب تعالوا نشوف الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض. يبقى اول حاجه انا عملتها ان انا رحت لقائمه انسيرت وقلت له انا عايز لينك كاد وعلمت على اللي هو الفيرست ماشي وقلت له انا عايز كارنت فيو اونلي. كارنت فيو اونلي عشان يديني خاصيه ان انا ارفع الحاجه او اخليها في الباك جراوند او الفور جراوند. طيب ممكن اعمل ايه؟ اعمل سيلكت على الاوتوكاد واجي هنا اقول له خليه في الفور جراوند مش الباك جراوند. الباك جراوند هيبقى تحت الشغل، الفور جراوند هيبقى فوق الشغل. طيب بعد كده ممكن لو في اي حاجه انا مش عايزها ابدا الغيها. تمام يعني لو في اي ممكن اقعد اعمل سيلكت على كل شغل والغيه وابدا ارسم من اول وجديد. تمام لو في حوايط انا شايف انها في تيبيكال في نفس المكان خلاص هسيبها. في اي مشكله ظهرت عند اي حد؟ Thank you.
هنبدا الناس حاولتوا عملت ولو انت عايز تاخد عمود من تحت وانزل خده مفيش مشكله. طيب يعني انا على سبيل المثال هبدا هنا اقول له في الفيرست انا عايز احط العماده ديت. ممكن اجي في الجراوند واقول له اعمل سيلكت كده واقول له فلتر واقول له انا عايز بس الايه الكولوم. اعتقد ان احنا عملنا ستراكشر كولوم. طيب هاخدهم كوبي كده، انا خدت كوبي الاعمده اللي من الجراوند واطلع الفيرست واقول له بيست واقول له ايه align to current view، هيبدا يحطهم في نفس المكان. لو بصينا في 3 دي هنلاقي الاعمده. انا وانا باخدهم كوبي كنت في الجراوند، وانا بعمل لهم بيست كنت في الفيرست. تمام. عايز اعمل اول الاول، لو مش شايف ان في اختلاف في الاعمده هنعمل الاول. يعني الموضوع انا بحس انا عامل حوايج من تحت ولا انا ممكن استخدم ده استنى عايز احنا اخذنا البراوز كوبي فلقينا ان قبل الهوت تايب مش هي دي الهوت تايب دي حتى نفسها بتستخدم في البحث. تمام يعني كده تقريبا مش عامل بوك بره او Thank you.
يعني هاجي في الفيرست اهو وابدا ارسم الحوايط زي ما هو، ماليش دعوه بالدور اللي تحت اهو. طيب هقول له اركتكتشر واقول له وول، واقول له انا عايز اللي هي الوول ال 200 ال 200 وابدا اقول له ايه انا عايز ارسم مثلا من هنا لحد العمود دوت، ومن العمود دوت عايز اكمل. طبعا لو عندي شباك او باب بكمل ما بقفش. ممكن استخدم الاداه ديت اللي هي بيك لاين واقول بقى انا عايز اخد مثلا حته زي كده، وبعد كده كم خليها اكمل. انا اخلي اي مورني ما هو انا عملت بيك لاين عشان اسرع الامور شويه مع ترين وكل شيء. بعدين صارت الحوايط تاخد في الاعمده، وبعدين بتعمل شيء الاعمده. طيب بص هيك، بص انا عندي عايز اقطع هنا عند العمود دوت، هقول له انا عايز ادخل في بلانك وديفاي واقول له ان انا عايز اعمل سبيريت اليمنت، واقول له اقطع هنا واقطع هنا. ما احنا قطعنا اهو، ما فيش مشكله. المهم في الاخر ما يبقاش الحته فيها عمود. لا مش هيقطع، لازم اعمل سبيريت. هو ما عرفش ان هي تحت شرطهم ببعض. لا لا ما فيش طريقه يعني تقول له هي اعمده هي حيطه، شيل الحيطه من الاعمده. نعمل لك طريقه تخلي حد يبقى مرة. وكان بجد والله انا عندي واحد صاحبي ما بيعرفش والله المفروض يحطوها في الروبيت يعني. نكلمهم بحسين بمعنى بس هو الاسهل انه كان حد ممكن اعملها له دايما عارف ان اشياء كده بتتبرمج. لا ما هو الفرق فيها تمام. خلصت حاول تخلص جزء كده شويه قطع يعني. هي دي الاداه سبيت للباب بترفع بيها وبعدين وتشيل بقى كده. بصي انا عندي امر اهوت ماشي، عندي امر مثلا عند الحته هنا حاطه عند العمود، عند امر قطع هو اسمه سبيريت وسجاب، سبيريت وسجاب. فبقول له اطال هنا واطال هنا ماشي خلاص. يبقى النص اللي جوز دوت حته اقدر اعملها ديليت ماشي. ما انا ممكن ارسم لحد العمود، ارسم لحد العمود
وهكذا او ديكلاين. طيب نكمل في بعض الحاجات قلناها المره اللي فاتت وهنأكد عليها دلوقتي، زي موضوع ان انا اعمل اوبننج، يعني الباب ما فيهوش مشكله والشباك ما فيهوش مشكله، بس لو انا عندي اوبننج اعملها بأي طريقه، يعني عندي حته زي دي مثلا اهي وول دبليو اي، اقول له انا عايز الحته ديت والحته دي والحته ديت تمام والحته دي، وبعد كده هقول له عايز بقى اكمل الشكل ده يا شباب معايا، خليك معايا بس، عايز اقول له تريم بين دي ودي، وعايز اقول له الشكل ده انا عايز الحته دي تكمل لحد هنا. طيب عندي هنا اوبننج تمام. طيب هل انت شايف الاوبننج مظبوط؟ اه، من الحته دي للحته دي هي دي الاوبننج. طيب هعمل ايه؟ حد فاكر كان عندي ثلاث طرق بعمل بقى الحيطه، لما اعلم على الحيطه واقول له انا عايز اوبن وول اوبننج، واعلم اقول له انا عايز الحيطه من هنا لحد هنا، فيبدا يعمل لي الاوبننج بالشكل دوت، او ان انا اعلم على الحيطه واقول له ايديت بروفايل واروح مختار الايست او الويست وافتح وابدا اعمل اوبننج في الشكل بتاعي، كنا بنعمله بالشكل دوت مظبوط، او كنا بنحط باب
بس يكون لاغين منه الباب نفسه. الباب نفسه مخليه بس الاطار. تمام كده؟ تمام ولا حاجه عندك كده؟ ممكن نكمل في هذا الموضوع ايه؟ كمل الحوار كمان. طيب لسه معايا عشان نعمل ايه؟ شويه طرائف كده في البول، شويه حاجات لذيذه في البول. طيب الناس معايا؟ طيب بعد اذنكم ثواني كده هنعمل شويه حاجات سريعه كده مع بعض. طيب خلينا مثلا نحاول نعمل السرير دوت، نحاول نعمل السرير ده مع بعض بسرعه. ماشي البيدروم عايزين نعملها كجنري فاميلي. انت لو انت عايز تحملها ممكن تقول له انا عايز اخش اقول له اركتكتشر كومبوننت بليس ا كومبوننت، وتبدا تحمل الفاميلي اللي انت عايزها منين؟ من اركتكتشر كومبوننت بليس ا كومبوننت، وبعد كده هقول له حمل لي الفاميلي الفلانيه. هبدا اقول له مثلا عايز دوت فاميلي، وهتلاقي عندك فرنتشر، والفرنتشر دي هتلاقي فيها كذا سرير، فممكن تاخد اي سرير وتعدل فيه اوبن، وتبدا تقول له مثلا بالمسطره تحدد السرير اهوت اهو. وبعد كده ممكن تيجي هنا وتقول له ايه الطيب، وتحدد بقى المقاس اللي انت عايزه. ماشي اهو دي اي ومننا لهنا 1800 سنتين. طيب ممكن اعمل سيلكت كده واقول له اديت واقول له 1800 سنتين. في رقم اتكتب غلط. في صفر اتحط غلط. بيعمل لك السرير بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اعمله انا بنفسي، لو انا عايز اعمل السرير دوت، طيب هاخد السرير ده دلوقتي، هنعمل كومبوننت موديل ان بليس، كومبوننت موديل ان بليس، واقول له مثلا دي كيس وورك. اوكي فاكرين الاوامر اللي هي اكستروشن؟ اقول له اكستروشن وهبدا ارسم الشكل الاولاني اهو.
الارتفاع بتاعه كام؟ الارتفاع بتاع السرير كام تقريبا؟ 50. طيب اهو، طيب كده انت عملت مثلا السرير. طيب عايزين نعمل الكومودينو اللي جنبيه، اقول له كرييت واقول له اكستروشن. فانت تقدر تعمل السرير بالشكل دوت. احنا نشكل، نعم احنا نشكل واحنا نعمل موديل. لو انت عايز تعمل اي حاجه في الحاجات دي تعملها، يعني لو انت عايز تعمل مخده نقدر نعملها بسهوله برضه. تعالى يا عم نعملها. بس فيها حركات يا عم. حركات ايه بس؟ حركات ايه بس المخده؟ مش مربع. طيب لو احنا عايزين نعمل المخده زي كده، بصوا يا شباب، لو احنا عايزين نعمل مخده زي كده، اروح هنا، رايح للاركتكتشر، اروح اقول له ايه، انا عايز اعدل في الزمن ديت. طيب اعملها لك موديل امبريس، موديل امبريس. اوكي كيس ورك اهيت وكل سهوله خالص. هقول له انا عايز اشتغل على الجزئيه دي. الناس معايا؟ هنعمل دلوقتي، نعمل نبذجه للمخده ست، واقول له مثلا ان انا عايز اعمل بيك، واعمل مثلا على الجانب بتاع السرير دوت، ماشي، واقول له اكستروشن، واقول له ان انا عايز مثلا الرسم، الارسم اللي انا عايزه الجزء ده مثلا اهو. تمام اوكي. وتسحب المخده اهيت للمثل اللي انت عايزه، تقول له ايه فينش، عمل لك المخده اهي. ناقص بس ان انت تديها الماتيريال بتاعتها. تيجي بقى على المخده ديت وتقول له انا عايز اخش اظبط الماتيريال بتاعتها اهو. الماتيريال انت عايز ماتيريال ايه؟ اي ماتيريال بقى، قماش، قماش، قطن، بلاستيك، زي ما انت عايز، زي ما انت عايز، محدش يقول لك لا. تمام، فسهل جدا اي شكل تلاقيه في المشروع نعمله. طيب انا عايز اعمل زي ده.
تمام. طيب وهتلاقي في الهجوم عندك في الحاجات، تعالى نحط التلفزيون مثلا. طيب شايفين التلفزيون والسفره والحاجات دي كلها، كل دي عباره عن فاميلي. تمام، هنحاول نعمل مع بعض كده مكتبه تكون فيها ايه احسن مكتبه قريبه من المكس. طيب لو انا عندي حاجه ماكس اقدر ادخلها جوه المشروع بشكل عادي، يعني لو انا عندي مثلا ترابيزه عندي اي حاجه ماكس اقدر ادخلها في المشروع بشكل عادي. طيب خلينا نقف شويه هوريكم شويه حاجات مع بعض بعد دقيقه كده. طيب لو انا مثلا حطيت شويه ترابيزات مثلا، خلينا نحط اركتكشر واقول له كومبوننت واقول له بليس كومبوننت وابدا اشوف بقى الترابيزات والكراسي والحاجات ديت. ماشي، هل انا عندي القصه دي تيبل مثلا؟ اي في تيبل اهيت. الترابيزه ممكن احط عليها بعض الحاجات اهي، ممكن اقول له مثلا انا عايز تشير. مثلا زي دوت. طيب طيب ازاي عملت دي 45 درجة؟ طيب ممكن كذا طريقة. بص هقول له ايه، الغي دي خالص واقول له هنا، اقول له كريت سيميلر، يعني عايز كوبي من ديت، وهاجي هنا ادوس مسطرة بيبدا ياخد نفس الزاوية اللي موجودة هنا، او ان انا اقول له روتيت، يعني بعد ما احطها عندي زرار رسم روتيت افتر بليسمنت بتحطها، وبعد كده هو يديك بقى ان انت تعمل روتيت بأني زاوية وتكتب الزاوية اللي انت عايزها. طيب الشاهد من الكلام، انا عايز اتعلم على الثلاثه دول واعملهم جروب جروب، بحيث ان انا اخدهم احطهم لو انا عندي مثلا كذا غرفه وعايز اكرر حاجات، زي ما عندنا كده ايه البلوكة دي متكرره كذا مره، تاخدها كده كوبي وبعد كده هقول له جروب. جروب معناها ايه؟ ان دول كلهم دي مثلا اسميها تيبل واقول له اوكي، زي الجروب في الاوتوكاد. بعد كده اقدر اخدها كوبي واحطها مثلا في مكان تاني، واحطها كوبي وفي مكان تالت وهكذا. طيب لو انا جيت هنا وفي اي لحظه عايز اعدل دول كلهم مره واحده، هقول له ايديت واقول له ايديت جروب، واقول له مثلا دي انا عايزها تبقى هنا مثلا، والترابيزه دي عايز اغير المقاس بتاعها الاكبر. تمام، اقول له فينش، هتلاقي التعديل ده حصل فيهم كلهم مره واحده. فموضوع الجروب ده هيوفر معايا الوقت لو انا عندي نعم لان عاملهم بلوك او جروب، برضه جروب موجود في الاوتوكاد، يعني نفس المصطلح موجود في الاوتوكاد. ممكن طيب لو انا خلاص زهقت من الجروب دوت ممكن اقول له ايه؟ ان جروب، خلاص يروح ساكت الجروب ده خالص. تمام؟ الاثنين التانيين لسه جروبات. تمام؟ بس ده جروب. طيب خليني اخش على اكونت موديفاي، في كام امر كده حلوين في موديفاي ممكن نشوفهم مع بعض. مش شايف الشاشه في الزوم؟ طيب كان في امر كده مش فاكر كان اسمه ايه، كان بيعمل عدسه مكبره، حد فاكر؟ في امر كان بيعمل عدسه مكبره في قلب البرنامج، في قلب الويندوز. ظبطت تمام. طيب دلوقتي لو انت بصينا كده هنلاقي عندي حاجه هنا اسمها ايه؟ سبليت فيس وبنت، احنا خدناهم قبل كده بس خلينا نرجع عليهم. ده عباره عن ايه؟ طيب انا دلوقتي هو عامل زوم على الجزء ده، انا عايز اشوف كل حاجه هشيل علامه من السكشن بوكس.
يبدا يجيب لي. طيب انا عايز الحته دي جزء منها احط عليه ماتيريال مختلف، تمام؟ يعني عايز الحته دي يبقى فيه شويه الوان احمر، شويه الوان اخضر، وحاجات زي كده. هعمل ايه؟ عندي الزرار دوت، عندي حاجه اسمها سبيريت فيس وتحتيه بنت. سبيريت فيس هيقسم لي الجزء دوت. على سبيل المثال هقول له سبيريت فيس، واجي على الحته ديت واخد مثلا جزء دائري واقول له ايه اوكي كده. بقى دي ممكن تاخد ماتيريال ودي تاخد ماتيريال مختلف. سبيريت فيس ممكن اعملها مثلا في الارضيه نفسها، ممكن اقول له سبيريت فيس في الارضيه واروح راسم مثلا مستطيل كده. طبعا ده مش مستطيل، ده شكل ايه؟ ملوش معنى، ملوش اسم. طيب بعد كده الزرار اللي تحتيه اسمه ايه؟ اسمه بنت. هفتحه وابدا اختار اي ماتيريال، وود مثلا، واقول له ايه؟ حط لي الود هنا. فدي الجزء ايه دي تاخد الود. ممكن الود برضو اقول له خدها في الدائره ديت، تمام؟ تظهر معايا اكتر لما اقول له مثلا ده انا عايزها ايه بالرندر بتاعها. مثلا وود اهي، يبدا يغير دي للماتيريال بتاعتها. فدي هتفيدني لو انا عايز ايه عندي الارضيه مثلا عايز اديها تظهر بالدائره، مش ماتيريال واحد. اقدر ايه؟ اقدر بره اقول له كده سبيس كيس اهو الامرين هم. لو حد ايه ماشي معانا هتيجي هنا وفي امر موديفاي هختار اقول له سبيريت فيس واختار الحته ديت وارسم فيها اي رسمه انا عايزها. وبعد كده اقول له بنت وتختار بقى الماتيريال وتدوس على الجزئيه ديت. انت ممكن ترسم اكتر بشكل على الحيطه، ممكن ترسم 20 بشكل على الحيطه الالوان بتاعتك. The last thing that was
طيب يا مانس اللي انا هو شغال حسيت كده ان في خط مش مظبوط، يعني الخط ده جاي سوليد ده المفروض يبقى هاتش او يبقى فيه هيدن او اي حاجه من الحاجات دي. لو انا وانا شغال لقيت الشكل مش عاجبني اعمل ايه؟ خط مش عاجبني هلاقي عندي حاجه هنا اسمها لاين وورك. لاين وورك موجوده اهوت، الناس شايفاه في الفيو لاين وورك، بدوس عليه واختار اي خط يروح محوله لي. اختار هنا لو مثلا عايزه هيدن اروح مختار هنا، يبقى انا هروح فين؟ اول حاجه اروح لاين وورك اختار الخط اللي انا عايزه وابدا ادوس هنا فيبدا يغير الخط حسب ما انا عايز. تمام، ده مفيد في ايه؟ مفيد ان الشكل نفسه اللي انا عايزه هو ده اللي يظهر معايا. ممكن انت شغال الخط ده انت حاسس ان المفروض الخط ده يبقى هاتش او داش او يبقى هيدن زي ما انت عايز. جرب الامر دوت بس معايا. عندي الامر اهوت موجود في الفيو في يعني كاينت موديفاي فيو لاين وورك اللي هو الزرار ده موديفاي فيو كاينت موديفاي كنت على دوس بتاع فيو اي احول بقى ايه الخط اي خط عايزه بالشكل بتاع طيب دلوقتي هنرسم حته كده بعيد عن المشروع ونرجع لها تاني. تمام، عايزين نفهم بس حته معينه في الحوائط. خلينا نخش كده في الفيرست واحاول ارسم حته يكون فيها تفاصيل كتير واختار منها فاين، يعني بدل كوارس خليها فاين. هرسم حته يكون فيها اكتر من ماتيريال ماشي عشان نفهم بس موضوع ايه. او اخترت مثلا الاكستيريور دوت رسمت حيطه تمام اهي وحيطه ثانيه اهي ودي غالبا هيبقى القصه اللي هي كروب فيو. طيب خلينا نرسم حيطه دي مرسومه من الفيرست لكذا، لا خليها من الفيرست لحد الروف ودي من الفيرست زيرو. طيب خلينا نرسم حته ثانيه اهي اهي وخلينا نرسم حته مثلا من النص اهي ماشي وخلينا نحط باب واسالكم سؤال بقى الناس تركز معايا بعد اذنكم الناس تركز بس معايا. طيب التاج ده انا مش عايزه هلغي التاج. طيب شايف الحته دي؟ الحته دي في الاخر خالص محطوطه ايه بنفس الماتيريال اللي موجوده فيها اخر الحيطه ظاهر لي الاقسام الحيطه وده طبعا ما بيحصلش. اللي بيحصل ان انا بعمل ايه زي دهان او بعمل ايه فينش للحيطه دي. لاحظ الحيطه يعني تخيل ان انت واقف على الحيطه دي كده هتلاقي ان انت ظاهر لك ان دي طبقه وفي خرسانه وفي طبقه وده طبعا مش حقيقي. فانا عايز اخد الفينش ويلف بيه. تمام؟ يعني الفكره كلها ان غالب ان الواقع لو انت بتعمل حيطه زي دي هتسيبهم كده لا هتاخد ايه الدهان. فانا عايز يبقى في زي فينش يلف معايا. تمام؟ طيب ونفس الفكره برضو هنا
انا حطيت الباب مفيش فينش لف معايا، هو محطوط بالشكل دوت، غالبا في طبقه بتلف معايا، فانا هحدد له الطبقه ديت. زائد شايف هنا اللي يخلي الفينش يقف هنا وفي فينش يكمل هنا، تمام؟ دي عايز اتحكم فيها طريقه الجوين بالشكل دوت، ماشي. وحاجه اخيره اللي هي الجزئيه دي، عايز احدد التقاء الحتتين دول ببعض، الجوين دول هحددهم ازاي يتقابلوا مع بعض. طيب يعني فهمنا المشكله وازاي انا احسن الشغل بتاعي اللي احنا كنا عاملينه من اول مشروع. اعمل سيلكت على الحيطه واقول له ايديت تايب، هدخل في الخصائص، هتلاقي هنا عندك حاجتين اللي هي رابنج ات انسيرت وعندي رابنج ات اند. رابنج ات انسيرت ده خاص بالحيطه، خاص بالحيطه، وعندي حاجه اسمها رابنج ات اند ده خاص بايه؟ باخر حته في الحيطه. طيب هاجي هنا اقول له ايه؟ تعالى شوف الامكانيات، بيقول لي خلي رابنج ات اند بالاكستيريور او بالانتيريور، هقول له مثلا بالانتيريور وهقول له ايه؟ ابلاي. تمام؟ تعالى في كده نبص على الحيطه، خد اللاير ديت تمام؟ ولفت معايا مظبوط. طيب تعالى نخش هنا تاني واقول له طب الانسيرت اللي هو الباب خدهم الاثنين بوز، قول له اوكي. بص هيعمل ايه؟ هياخد الفينش دي تلف معايا والفينش دي تلف معايا بالشكل دوت، تمام؟ يعني. نعم صح، بس الفينش من هنا هو مدير ثلاث قرارات، انت شوف انا اللي احسنها، انت كنت عايز اروح فين؟ تمام؟ يعني انا لو انت قلت له لا انا مش عايز خلاص مش هقول لك لا. نعم؟ طيب الناس معايا؟ بصوا هنبدا نكمل، تمام؟ طيب خلينا نخش على الحته ديت واقول له ايه؟ ايديت تايب وادخل رابنج ات انسيرت بريفيو هيت، بيقول لي هتبقى لفه بالشكل دوت، ممكن اقول له لا ده انا عايزها مش انتيريور، لا انا عايزها بالاكستيريور. طيب هقول له ابلاي، اقول له اوكي. طب انا عايز افهم الفرق بين انتيريور واكستيريور، خلينا ندخل في ايديت تايب، هي دول هتقدر تتحكم فيهم، ممكن برضه تدخل هنا في ايديت هتلاقي عندك بالشكل دوت، وهتلاقي هنا برضو نفس السؤال اللي موجود بره، ولما تغير هنا تغير بره. الديفولت رابنج ات انسيرت بوز ولا انتيريور ولا اكستيريور، والاند برضو اهو. ولو بصيت فوق هتلاقي ان هو مقسمهم لك ثلاث حاجات، الاستراكشر اللي هو الحاجه الاساسيه دي مش هتلف معايا، وفي الجزء اللي فوق اللي هو اكستيريور سايد، وفي الجزء اللي تحت اللي هو جزء الانتيريور. وهنا الرابنج، انا الرابس هنا انت تبدا تشوف بقى ايه الحاجات اللي انت عايزها تلف معاك. الراب اهي، لو انت في حاجه معينه مش عايزها تلف هتشيلها من هنا، تمام؟ فهيقول لك خلاص يبقى اللي هي الفينش الاخيره بس هي اللي هتلف معاك والباب هيلف، تمام؟ فتقدر تتحكم ايه اللي انت عايزه يلف معاك او لا، او يكمل معاك. لو انت عندك تقاطع يبقى هو ايه؟ دي اللي تكمل معاك ودي ما تكملش، هتلاقي دي مقفوله لان دي الاستراكشر، دي لازم هتكمل بدون اي حاجه خالص. فلو انت عايز حاجه ما تكملش معاك ممكن تشيلها بقى من العلامه ديت فما تكملش معاك هنا، ماشي؟ طيب هنا عندي الـ هنا نقطه ايه؟ جوين. فهدخل في موديفاي واقول له انا عايز اشوف اتحكم في الول جوين واختار الجزء ده. بص عملك الول جوين ازاي، الناس واخده بالها ان الحته مكمله ناحيتي. طيب لا انا مش عايزها بالشكل دوت، هقول له نيكست، يبدا يخليها لي بالناحيه دي. لا طب انا عايزها ايه؟ بزاويه 45. طب انا عايزها سكوير اوف، يبدا يجيبها لي بالشكل دوت، فيبدا يجيب لي اكتر من اختيار، تمام؟ او ممكن اقول له كلين جوين، ما تظهرليش خطوط الجوين، او ما تعمليش جوين، خلي الحته تكمل وكان الحته الثانيه منفصل عنها. دي اسال له جوين، خلي كل واحده لوحدها. طبعا هيبقى شكلها وحش جدا يعني. فالافضل ان انا اقول له اعمل جوين واتحكم في طريقه الجوين. الناس تجرب بقى الول جوين وازاي ان انا اتحكم في شكل الجوين. عشان Thank you.
طيب ايه رايكم نكمل المبنى واخش بقى في البيت هاوس والروف جيت والحاجات دي؟ لا 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 عايزين خلاص. طيب خلينا نخش. ايوه طيب خلينا نخش كده في النقطه هنا. ايه طيب انا الجزء الباقي روف صح؟ اللوحه الموجوده تحت الروف عايزين نعمل روف صح؟ عايزين نعمل روف. فين القط؟ انت مش مدين القط زي الجزء الاول. ايوه انت فاهم علينا ماشي. طيب دلوقتي هروح هنا البنت هاوس اهي بنت هاوس عايز ابدا احط عليها الروف ماشي. طيب في شغل ظاهر لي من تحت يبقى دي فيها غلط. دي الحيطه اللي احنا رسمناها بالغلط. طيب عايز ابدا ادخل اللوحه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي بتاعت البنت هاوس. اقول له انسيرت لينك كاد واختار هنا الروف ديك. او استنوا استنوا محدش ياخدها خلينا نسميها بنت هاوس. هاوس ايوه ايوه هناخد اللوحه اللي اسمها بنت هاوس ولازم كرنت فيو اونلي عشان ايه ما يحصلش مشاكل. واقول له اوبن. ايوه البنت هاوس اهي. هقول له انا عايز اعمل امبن واقول له موف
ومن العمود دوت هنقله لحد العمود اللي هناك. تمام. وابدا ارسم الاعمده والحوائط زي ما هي موجوده هنا. تمام. يعني هبدا ارسم اقول له بقى انا عايز ارسم حسب بقى الارتفاع بتاع الحيطه هنا قد ايه. نعتبرها متر ونص. نعتبرها متر ونص. متر و20. متر و20. طيب هقول له وول واقول له انا عايز ارسم وول من البنت هاوس لحد، لازم بقى المره دي اقول له ان كونكت متر 20 وابدا اقول له الحته دي قد ايه؟ دي اي الحته دي 200. اقول له وول واختار الحته اللي هي 200 واقول له وابدا ارسم بقى المملكه كلها. تمام. نحاول بقى نكمل المبنى ونبدا نشوف ايه الحاجات اللي ناقصانا ونبدا نحاول نحلها مع بعض. تمام. احنا كده حطينا المفروض ال Thank you.
I'm not sure.